بدون شك شيء حلو وشيء جميل انه يشوف الواحد هذه الجمعيات الانسانيه اللي عم تهتم بالاطفال يلي هن بحاجه لمين اللي يوقف الى جانبهم. فجمعيه سلوك كثير انا سعيد اليوم بهذه الفعاليه اللي عملتها يلي فعاله بابيون. بتمنى لهم النجاح دوما وان شاء الله يعني كل شيء بيعملوه يشع على الآخرين ليعملوا مثلهم. عم نعمل لأول مرة بسوريا فاشن شو لأطفال ذوي احتياجات الخاصة. عم بيكون في عنا كتير تفاعل من الأولاد وكتير مبسوطين. في عنا أكيد نورجيكم صور الكواليس إنه عم يتدربوا إنه مستمتعين ومبسوطين رغم إنه الأطفال بعض الأحيان بيصير في عندهم تشتت بالنظر للورود وللألوان إلا إنهم كتير كانوا متحمسين وتفاعلوا معنا وتعاونوا معنا على هذا الشيء. يعني فعاليتنا اليوم تهدف انه نحن نفرج الاطفال بالاحتياجات الخاصه بهن باطلاله حلوه مثل ما نحن عم نحاول انه هلا نزين لهم اجسادهم ويطلعوا بشكل حلو. كمان هن عم نشتغل نحن انه على ننمي لهم مهاراتهم ويكونوا كمان بعقول مفكره مثلنا مثلهم. جهزنا حفل لليوم العالمي للاعاقه متلازمه داون وبمناسبه عيد الام جهزنا الاولاد ليطلعوا باحلى طله. هلا عم جهزهم بالكواليس في ثلاث عروض، عرض من شركه ماجيلا والعرض لشركه الجمعيه. انا حلمي بصير يعني هلا انا ادخل يعني انا بشامعه وبدي اطلع انا بدي اطلع يعني انا افتح صالون كافيرا. خير.